تراك. كلنا نعرف عظم صلة الرحم ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وفي المجتمع، لكن خلونا نصير صريحين شوي. هل الاجتماعات العائلية فعلا مكان نستمتع فيه ولا التزام يطفش وثقيل علينا ولا ودنا نروح له؟ صحيح حتى لو كان التزام ثقيل ويطفش واجب عليك انك تجي، لكن هل هذه الحلول الموجودة فقط؟ طيب ليش ما نسوي جو معين ينبسط فيه الصغير الكبير الشباب؟ ليش يعني يصير الجو فقط كأنه محدد لفئة معينة والباقيين مو مستمتعين فيه؟ ليش ما تصير البنت والطفل والولد والشاب والجميع إذا دروا أن الاجتماع الأسبوع الجاي يطيرون من الفرحة ويتحمسون؟ ليش يصير هذا الشيء ثقيل علينا؟ هو عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى وعظيم في المجتمع، ليش ما نهتم فيه شوي؟ والتعميم لغة الجهلة، أنا ما أعمم، لكن الصراحة هذا الشيء يصير الكثير منا. فلذلك اليوم في الاجتماع حق العائلة قلت لهم ودنا نسوي بعض الفعاليات، نبغى نغير، نبغى الجميع يصير مبسوط. والله يعطيهم العافية وافقوا وقالوا أبد، اللي تبغاه قلنا عنه بس. فلذلك قررنا نسوي كم فعالية، وأبغاكم أنتم تصيروا معنا، وأبغاكم أنتم يصير لكم قرار. وشلون؟ الحين إن شاء الله تعرفون شلون. وش الفعاليات وشلون بتشاركون معنا؟ أول فعالية وأقوى فعالية عند الحريم، وش هي؟ مسوين أركان، أنا بصور الأركان وأنتم اللي عليكم تصورون الشاشة، والركن اللي يفوز بياخذون جائزة. الآن بصور الأركان والأركان خمسة، الركن اللي يعجبكم صور الشاشة عليه، تختارون واحد فقط. وعلى ما تخلصون التقييم هنا عندنا دوري تنس طاولة. يا سلام على الملابس، يا سلام يا عبدو. أقول ثلاث أوائل بطولة بس، هو الأول والثاني فقط. أقول أنت الثالث يعني؟ أو وش أقول؟ ما فهمت. يعني قل ثلاثة. أقول شلون؟ ما فهمت وش أقول؟ أقول ناس كويسين. أقول الأول والثاني والناس الكويسين. خلاص طيب. والثالث تبغى؟ طيب خلاص، هذا الأول والثاني والثالث يا جماعة الخير، واللي قبل شوي كله سمعتوه حاولوا تنسونه. ايش رايك بمشعل؟ حلوة كذا؟ أما بالنسبة للمسابقة الأهم وهي مسابقة الأركان، اللي فاز بالمركز الأول هو الركن الأول. هذه بالنسبة لتجربتنا اليوم، حبينا نشاركها معكم بحيث بإذن الله أنكم تستفيدون منها. بالنسبة لنا وعلى الصعيد الشخصي جدا مبسوط بالنتائج، وبإذن الواحد لحد بيصير في كل اجتماع شيء بسيط من هالقبيل. لكن في شيء ما حسبت حسابه، اللي فاز في القسم النسائي أهلي، واللي فاز في القسم الرجال في دوري التنس أخوي، صارت كأنه مؤامرة وأنا ما لي دخل، بس أهلي أقوي. مؤامرة. وأتقدم بالشكر الجزيل لعائلتي، سواء قسم الرجال أو قسم النساء، رغم أني توي صغير في السن ورغم أن ما عندي ذيك الخبرة وذاك العلم، لكن مع ذلك شجعوني وقالوا أبد الساحلك سوري أنت تبغى، وجميع العوائل اللي يدعمون الشباب الله يعطيكم العافية.